أود أن أغتنم هذه الفرصة لأقدم خالص تحيات رئيس جمهورية الصومال الفدرالية الحسن الشيخ محمود، والذي تعذر عليه حضور هذه القمة، كما نتقدم بأحر التعازي والمواساة للشعب وحكومة اليابان الصديق على فقدان رئيس الوزراء السابق السيد شيزو أبي. أصحاب السعادة، لقد أثبتت قمة تيكاد منذ انطلاقها لأنها إحدى المنصات الهامة التي تجمع بين مختلف الشركاء معا لدعم دول أفريقيا ودفع تطلعاتهم التنموية. ومما لا شك فيه أن الأمن والاستقرار من أهم دعائم التنمية التي لها أولوية خاصة في دفع وتمكين التنمية المستدامة وتحقيق الاندماج والتعاون الاقتصادي على المستوي الإقليمي والقاري. أصحاب السعادة، لقد قطع الصومال شوطا مهما من الإصلاحات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ونحن الآن نشهد نموا اقتصاديا وتقدما جيدا نحو الأمن والاستقرار. ومع أن الصومال وطن غني بالثروات الزراعية والبحرية، فإننا نعاني من حالة إنسانية من أجل عدم كفاية الإنتاج المحلي جراء تواصل عدة فصول من الجفاف والقحط بسبب التغير المناخي، وكذلك ارتفاع أسعار السلع والطاقة العالمية من ظهور جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا. أصحاب الفخامة، تتضلع حكومتنا صومالا يعيش في سلام ووئام مع نفسه وفي سلام مع بقية العالم، ولا مجال لتحقيق هذا السلام أيضا دون تحرير جميع مناطق الصومال من عناصر الإرهاب. لذا نود أن أغتنم هذه الفرصة لأدعوكم إخوتي وأخواتي لدعم جهودنا للقضاء على الإرهاب وإنقاذ المتضررين جراء الجفاف، كما أدعوكم لدعم جهودنا لتحقيق الأمن والاستقرار، مما يشمل دعم مبادرات التكيف المناخي ومبادرات تحقيق الاستقرار. وهنا أود أن أشيد بدعم اليابان السخي لمؤسساتنا الأمنية ودعم الصناعات المحلية الرئيسية لتوظيف العمالة وتحسين سبل العيش، كما أود أن أغتنم هذه الفرصة لكي أعرب عن خالص امتناننا للتضحيات التي قدمتها قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي والبلدان المساهمة بالقوات والشرطة، والتي ساهمت أيضا في مبادرات تحقيق الاستقرار. وفي الختام، أود أن أعرب عن عميق امتناني لحكومة اليابان وكافة المنظمين والمشاركين في هذه القمة، وكذلك نتقدم بخالص الشكر والتقدير للجمهورية التونسية حكومة وشعبا على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال. السلام عليكم.